لم تتوقف الجهود المصرية لدعم الأشقاء في قطاع غزة منذ اللحظات الأولى للعدوان الإسرائيلي على القطاع هذا وقد كثفت الدولة المصرية من مساعدتها الإغاثية والإنسانية من قبل الحكومة ومنظمات المجتمع المدني وقد بلغت هذه المساعدات حتى الآن أكثر من أربعة آلاف طن توفير المساعدات الاغاثيه وتجهيزها من خلال متطوعين يعملون ليل نهار لاغاثه الاشقاء في قطاع غزه كان هو الشغل الشاغل لمنظمات المجتمع المدني والحكومه المصريه لانهاء تلك المعاناه. وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي تم ارسال قوافل شامله. محمله بكميات ضخمه من المساعدات الانسانيه تشمل الاجهزه والمستلزمات الطبيه والادويه وكميات ضخمه من المواد الغذائيه الجافه والاطعمه المعلبه والمياه المعدنيه والالبان وادويه الاطفال والمولدات الكهربائيه وكشافات الاضاءه بالإضافة إلى صندوق تحيا مصر كان الهلال الاحمر المصري والتحالف الوطني للعمل الأهلي قد قاما بجهود كبيرة في مد جسر بري متواصل من المساعدات بإرسال نحو خمسين قاطرة بشكل يومي منتظم ودون حد أقصى محملة بكميات ضخمة من المساعدات الإنسانية والإغاثية والعلاجية لدعم الأشقاء الفلسطينيين وتاتي جهود مصر في هذا الملف رغم التحديات الاقتصاديه التي تواجهها وذلك انطلاقا من دورها القيادي والمحوري في المنطقه بشكل عام لدعم الاشقاء في قطاع غزه ووصل إجمالي ما استقبلته محافظة شمال سيناء من مساعدات لغزة منذ اندلاع العدوان الإسرائيلي عليها إلى نحو 280 شاحنة أرسلت بها 20 مؤسسة أهلية محملة بأكثر من 400 طن من المساعدات المتنوعة. تقدم ملموس في ملف المساعدات الانسانيه ياتي بالتزامن مع جهود القياده السياسيه الكبيره التي تتواصل مع كافه الدول لتهدئه الاوضاع بقطاع غزه وضمان وصول الخدمات والمساعدات الانسانيه اليها